بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الإسلام إنما جاء به الحق سبحانه وتعالى لينظم حركة الحياة كلها، وأن الذين يحاولون أن يقصروا الإسلام على الشعائر المعروفة والأركان الخمسة يريدون أن يعزلوا الإسلام عن حركة الحياة لصالح لهم، ويريدون أن يجعلوا من الإسلام مسيحية أخرى تنعزل في المساجد ولا صلة لها بحركة الحياة، حتى يضمن المفسدون في الأرض أن يفسدوا فيها ما شاءت لهم أهواؤهم. ويجب أن ننبه إلى شيء، وهو أن الإسلام حينما ينظر إلى حركة الحياة يفرق بين حركة بنت تجربة، ويفرق بين حركة وليدة هوى. فدين الله حين يتدخل إنما يتدخل في رفع أهواء الناس عن سيطرة هذه الأهواء، فكل أمر لا ضمان له من تجربة مادية واقعية تتكفل السماء بوضع الحد النهائي له حتى تحمي البشر من أهواء البشر. وأما الأمور الأخرى التي تتعلق بالعلم التجريبي أو العلم المادي أو بالنشاط المعملي، وكل ما يترتب من استنباط أقضية الوجود المادي، فأمر تركه الحق سبحانه وتعالى لنشاطات العقول وطموحات النفس الإنسانية. وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صنع التجربة في نفسه، وحينما رأى القوم يؤبرون أن يلقحون النخل، قال لهم لو لم تفعلوا لصلح، ذلك ما قاله رسول الله، وبعد ذلك لم يفعلوا، فماذا كان؟ خاس النخل. فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هنا يجب أن نفهم أن العلم التجريبي لا تتدخل فيه السماء أبدا، ولا يتدخل فيه الوحي، وإنما فقط يتدخل ليلفت الذهن البشري إلى مظاهر الكون لنستنبط. ولذلك قلنا الحق سبحانه وتعالى ينعي على خلقه، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فكأن الله ينعي عنا الإعراض عن الآيات، ومعنى ذلك أنه يطلب منا أن نقبل على مظاهر الكون، ونقبل عليها بإمعان، ونقبل عليها بتدبر، حتى نستطيع أن نستنبط منها ما يسعف حياتنا وما يسعدها وما يترفها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى أو أشار بعدم تأبير النخل واستمعوا إلى قوله، وبعد ذلك لم يأتي النخل بالثمر المرجو منه، قال أنتم أعلم بشؤون دنيا، أي بالشؤون التي تخضع للتجربة المعملية المادية. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الحد لمجال تدخل السماء في حركة الأرض، ومجال إطلاق العنان للنفس البشرية وللطموحات العقلية أن تتفاعل مع الكون لتستنبط منه ما شاء. فالحق سبحانه وتعالى يريد منا أن ننطلق، وأن ننطلق في الكون، الكون المخلوق لله بكل العناصر فيه وبكل النواميس وبكل القوانين، وعلينا أن نبتكر ما يسعدنا بواسطة التجربة المادية. السماء لا تتدخل لأنها وهبت كل عطائها ونبهت العقول وشحنت الطاقات لتنفعل، ولكن الأمر الذي تدخلت فيه السماء هو أمر الأهواء التي تحكم البشر، لأنه لا يوجد هوى خيرا من هوى، وما دام لا يوجد هوى خير من هوى، فهواي وهواك يجب أن ينعزل عن حركة الحياة إلى من؟
حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الهوى المعصوم، وأهواؤنا غير معصومة. إذن فالذين يحاولون أن يجعلوا دين الله وهو الإسلام، أي الدين الخاتم الدين النهائي، مقصورا على الشعائر، ويقولون بالاصطلاحات دين وليس دولة، نقول لهم كلمة دين يجب أن يفهم منها ما يدين الإنسان به ربه، أو يدين الإنسان به نفسه ويلتزم به التزاما مطلقا، فلا يجب أن تكون دين ودولة، إلا إن أردتم أن الدولة المراد بها الحضارات المادية أن الناشئة عن الطموحات العقلية في مادة الأرض، تفاعلا وتجربة واختبارا يرتقي من نظرية إلى حقيقة علمية. أما إن أردتم غير ذلك فإن الإسلام إنما هو دين جاء لينظم كل حركة الحياة الخاصة باختلاف الأهواء، وأما حركة الحياة الأخرى فالإسلام أطلق النفس البشرية إطلاقا تنفعل به كما تحب وكما تهوى، وبعد ذلك ما يصل إليه العقل البشري من الطموحات أو من الابتكارات أو من الاختراعات يتحكم الله في توجيهه، فيقول لا توجهها إلا إلى خير. فلست حينما تبتكر شيئا، تبتكر قنبلة، ابتكر قنبلة ولكن أعدها لمن؟ لتحمي بها منهج الله، لا لأنك ابتكرتها تكون حر في التصرف فيها. فإذا التشريع السماوي لا يتدخل في الأمر المادي إلا إن كان للأمر المادي حصيلة، هذه الحصيلة نقول له لا توجهها إلا في خير، يبقى من هنا يتدخل منهج منهج السماء. وبذلك تسقط الحجة للذين يحاولون أن يصبوا الإسلام بأنه دين متخلف أو أنه دين لا يصلح لقضية لأقضية الحياة. نقول لهم أنتم فيكم عجب، العجب أنكم أردتم أن تعزلوا الإسلام في الشعائر، فإذا ما عزلتم الإسلام في الشعائر لماذا تريدون أن تسيطروا أنتم بنظمكم البشرية علينا؟ دعونا إذن، أنتم جبتم نظم بشرية وعايزين تسيطروا بها عليها، وأخضعتم الشعوب بنظرياتكم، دعونا نحن لديننا، والأمر الذي نشترك فيه هو الأمر النشاطي في حركة المادة في هذه الحياة. فإن نحن تقدمنا فخذوا منا، وإن تقدمتم نأخذ منكم. لماذا؟ لأن دي كما قلنا عطاء السماء لكل أجناس الأرض، المؤمن والكافر. أما إذا ارتضينا دين يعصمنا من هوى نفوسنا فما عليكم، إننا نريد أن نحكم أنفسنا بما نحب، فهبوا أنكم حكمتم أنفسكم بتقنينات وضعية بشرية، هل تدخلنا معكم؟ هبوا أن هذا من عندنا، ارتضيناه على أنه دين يحكم حركة حياتنا. ومن العجيب أننا نجد من المسلمين أنفسهم من يؤيدون هذا المسلك. لماذا؟ لأنهم لا ينتفعون إلا من هذا الضوء، لا يوجد واحد مسلم يرضى بأن يكون حاكما إسلاميا، لأن حاكم إسلامي يتعب. فإذا ما أراد المسلمون أن يكونوا مسلمين بحق فعليهم أن يأخذوا منهج الله في أهواء الناس، وأن ينطلقوا بكل قواهم في مادية الأرض، وبذلك تسقط حجة من يدعي أن الإسلام دين ومتخلف. ويجب أن نفهم أن الشعائر التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامتها لنبني عليها حركة الإسلام ليست هي كل الإسلام، وإنما هي الأسس التي بني عليها الإسلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد من الإسلام انقياد النفس الإنسانية لكل مطلوبات السماء لإسعاد أهل الأرض. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.